حاليا احنا في تقاطع الميثاق. هذا التقاطع بعد 4 أيام ان شاء الله راح تبدأ الشركة المتعاقدة وهي بلدية الموصل بتنفيذ مجسر على هذا التقاطع. المجسر يجي من اتجاه حي الميثاق ينزل باتجاه تقاطع حي النور. اتفقنا مع الشركة المنفذة اللي هي شركة ماني جروب، واتفقنا مع كوادر البلدية الموجودين في الموقع على الطرق البديلة. هنا راح نكون أمام مشكلة أخف ما هي عليه في تقاطع حسن حاريب. الجهات الأربعة من الفلات الأربعة للتقاطع راح تظل مفتوحة طيلة فترة العمل. أيضا تم اتخاذ طرق بديلة قبل التقاطع في حالة أنه صار زخم على الفلاتر يسلكوها المواطنين حتى يظل المكان إن شاء الله سالك ويظل أقل تأثير لحركة السير والمرور في هذا الموقع. أيضا بعد التقاطع في كل جانب، إذا كنت رايح باتجاه المعارض وإذا كنت رايح باتجاه حي الوحدة أو كنت رايح باتجاه الميثاق أو باتجاه الآخر، خلينا اشترطنا على الشركة المنفذة أنه تسوي لنا استدارة. ليش هاي الاستدارة؟ حتى السائق اللي يجي من الجهة الفلانية يعبر، هو ده يقصد أنه يمشي للأمام، يعبر الفلتر يروح للاستدارة ويرجع على شارعه. بصورة عامة إن شاء الله إحنا مطمئنين في هذا التقاطع أنه أقل تأثير على حركة السير والمرور، ما راح يصير عندنا أي اختناق مروري في هذا الموقع. في نفس الوقت احنا ندعو المواطنين، ندعو الأخوة سواق المركبات اللي يسلكون هذا الطريق إلى التعاون مع كادر البلدية، إلى التعاون مع كادر الشركة المنفذة، وإلى التعاون مع رجال المرور الموجودين في الموقع من أجل أنه ينطون فرصة للشركة المنفذة تنجز العمل خلال المدة المتفق عليه. إن شاء الله بعد 4 أيام نبدأ بغلق الشوارع وتباشر الشركة بالعمل. مدة العمل 6 شهور. العمل عبارة عن أوفر باس يجي من اتجاه الميثاق باتجاه الصناعة. أول عملية راح تقوموا بها شنو هي؟ أول عملية هي اعتيادي عمليات الحفر وصب البايرات اللي تنزل تحت الأرض بعمق من 15 إلى 18 متر. يعني إذا ما واجهتكم هناك مشاكل بالنسبة للمجاري، شو الحل راح يكون؟ هو ماسكين إحنا مع دائرة المجاري ودائرة الماء ودائرة الكهرباء ودائرة الاتصالات، وسوينا تواصل معهم ويعني كتاب عوارض بحيث جو قالوا لنا مشاكلهم وحليناها بأفضل صورة.